السيدة أم أحمد تتفضل. أيوة ازيك يا فضيلة الشيخ. نعم وفضل الحمد لله. معلش اعذرني أنا أول مرة تدخلت التليفون أتأخر عليك شوية. معلش. لا مش هتتأخري ولا حاجة، اتفضلي واسألي سؤالك على طول. ماشي حضرتك. أنا متجوزة بقالي 16 سنة وجوزي كويس معايا ويعني كل حاجة بيجيبها لنا ومش مستخسر فينا حاجة أنا وولادي. ايوه اتفضلي. فانا والدي اتوفى بقاله 16 سنه برضه، دوب اتجوزت وهو اتوفى يعني. طيب. فكان معانا اخونا الصغير اول لازم نجوزه لولا ما نقسم الميراث وكده، فانا ورثت من ايه من سنه من رمضان اللي فات. فحضرتك لما جه الفلوس وكده جوزي طلب مني فلوس فديته في الاول صراحه كتير يعني. فانا بقى باقي 400,000 حطيتهم في البنك، حصلت مشاكل كتير ان انا احطهم وكده وبتاع، فالمهم في الاخر حطيناهم. فبقى يعني ففي وقع في ظرف ان هو عايز الفلوس. فانا قعدت اقول له لا دول خليهم لاولادي احافظ عليهم، عشان احنا هو ظروفه يعني بتبقى مع عربيه مره شغال مره لا، فظروفنا يعني على قدنا. سؤالك يا ام احمد. سؤالي بقى معلش، هو معايا انا حاطه مبلغ في البنك فبيطلع لي ايراد منه كل شهر. طيب. فهل اطلع له اطلع منه يعني زكاة كام؟ طيب اجاوبك، انت ما عندكيش غير شويه الفلوس اللي انت حطيتيهم في شهاده الاستثمار دول. هم دول بس اللي حلت اللي هم ميراث ابويا يعني، كان انا خالص. كان ميراثي يعني. ومش عايزة تسألي عن ان انت اللي بتعمليه دوت ان انت تحافظي على الفلوس، ده من حقك ولا لا؟ من حقي او لا، وجوزي بيطلب مني الفلوس وانا برفض وبيتخانق معايا يعني بتحصل مواقف كتير هجاوبك ويا ريت لو ما جبتيش الفلوس هطلقك، لو ما جبتيش الفلوس هرميكي والكلام ده كله. حاضر هجاوبك ويا ريت. من حقه ان انا اديله وانا لما بقول له لا حرام عليا ولا مش حرام؟ حاضر هقول لك اجاوبك وبيسمعيه الكلام اللي انا اقوله لك ده. اول حاجه انت طلعي عشر الري، يعني الفلوس اللي بتجيلك كل شهر دي طلعي 10% منها، يعني لو بيجي لك 3000 جنيه طلعي 300 جنيه كل شهر، كل ما يجي لك الفلوس طلعي منهم 300 جنيه واديهم صدقه، وما تديهمش لزوجك، مش لانك انت متضايقه من زوجك، لا لان زوجك لو اديتي له فلوس كانك بتديها لنفسك. طيب ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، هل فلوسك دي من حقك ان انت تتصرفي فيها زي ما انت عايزه؟ الجواب نعم. الجواب نعم. هل حق لزوجك ان هو يقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه بفلوسك دي؟ الجواب لا، لانك انت انسانه كامله الاهليه. كامله الاهليه يعني مش محجور عليكي، وانت عندك رشد تستطيع ان انت تتصرفي في مالك، ومالك المال ده ملك تام، فتستطيع ان انت تتصرفي فيه زي ما انت عايزه. احنا بنقول ايه بقى؟ بس خلي بالك اتعاملي مع جوزك معامله حسنه، لان انت في بعض الاحيان الستات بتبقى تتهم جوزها بانه راجل مادي او اي حاجه. لا ما عندناش الاتهامات دي وحسن عشرته، بس انا بقول له هو ما تبصش لفلوس زوجتك لان دي ذمتها الماليه مستقل. عملت حاجه من نفسها وساعدتك في ميزان حسناتها وتشكرها وتحمد لها، ده واجب عليها مش واجب عليها. شوف المسائل واضحه ازاي عشان المسائل ما تتلعبكش علينا ونفضل في كلام كتير. نعم خلاص يا ام احمد. استاذ محمد يتفضل. استاذ محمد، استاذ محمد لو سمحت تكلمنا، حاول تكلمنا تاني يا استاذ احمد. خلاص يا ام احمد، يبقى عشان بس المسائل تبقى واضحه، يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنؤمر الرجاله ما يتدخلوش في فلوس الستات، لان تدخل الرجاله في فلوس الستات بيحسس الستات بالخوف. تاني حاجه بنؤمر الستات ان هي تحسن العشره للرجاله وما تحسسهمش ان هم طماعين وبيبصوا فلوسهم، لا ده مش من حسن العشره ولا حاجه. تالت حاجه ان الراجل ما يطلبش الفلوس من الست لان هي ما تحسش ان هو بيهددها وان هو مش قاعد معاها غير عشان فلوسها. كل الكلام ده ما يتعملش عشان نبقى في علاقه متزنه.